فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم. اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد. صلى الله عز وجل ان ينفعنا بعلمكم وان يمتعكم بالصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان درويش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدا بالاسئله الوارده على صفحه البرنامج اهل الذكر على الفيسبوك. وقبلها شيخ كريم، في ضجيج حول الطلاق، الطلاق الشفهي والطلاق لابد أن يكون عند المأذون، ولعل ده يصار الآن على الفضائيات من بعض المشايخ، وهناك دعاوى برفض الطلاق الشفوي، وأن بيوت ستخرب وبيوت كذا، ولابد أن يكون الطلاق عند المأذون. لعل هذا كان مصر على إحدى القنوات أمس شيخ الكريم حتى قبيل الفجر تقريبا. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. في الحقيقة هذه الحملات التي تظهر بين الحين والحين لإثارة بعض القضايا الشرعية، خاصة ما يتعلق بقضايا الأسرة عامة وقضايا المرأة خاصة، في العادة ما يكون وراءها يعني جهات مشبوهة معروفة القصد والغرض، ثم تكون هذه الأبواق الإعلامية التي تدندن حول هذه القضايا على اعتبار أنهم يناقشونها من الناحية الشرعية ومن الناحية الاجتماعية كذبوا، فما يعني هم إلا هذه الأبواق الناطقة باسم هذه الجهات التي معروفة أغراضها ومقاصدها سلفا، هي حرب على الأسرة المسلمة، وهي تحت دعاوى تحرير المرأة وحرية المرأة يريد أن يعني ينقلب المجتمع على حد تعبيرهم من مجتمع ذكوري جعل القوامة في يد الرجل إلى مجتمع أنثوي، يعني ليس حتى يعني إلى إيه نوع من توازن الواجبات والحقوق بين الرجل والمرأة باعتبارهما في شراكة زوجية، لا ده أبدا، ده هم جنحوا من على حد تعبيرهم يعني من المجتمع الذكوري إلى المجتمع الأنثوي، وذلك بسلب الزوج كل عناصر القوامة تقريبا، لأنه أساس عناصر القوامة للرجل على للزوج على الزوجة أولا عصمة الزواج وعصمة الطلاق، ناهيك طبعا عن النفقة والتأديب، فهم يريدوا أن يسلبوا منه عنصر أساسي من عناصر القوامة، ألا وهو أنه بيده عقدة النكاح كما قال الله عز وجل، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هما ما بيقولوش كده، هما بيقولوا ايه؟ لا، الطلاق الشفوي لا يقع، ما انا جاي يقع عند المأذون، ولكن ناخذ أمة الله ونعاود الكلام ان شاء الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام استاذ احمد. الحمد لله، اتفضلي اتفضلي. عندنا ايه؟ والله انا بدعم الحمايه يعني. جزاك الله خيرا يا اختنا، الله يبارك في عمرك، اتفضلي. دعوات لاولادي، الله يبارك فيكم ويبارك في قناه الندى. آمين. 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 ويرزقكم ربنا ويفرج كربكم يا رب. اللهم آمين. أنت تخيرك على هذه الدعوة الطيبة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك، آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أختنا، في أمان الله. نعم شيخي الكريم، نعود لصلب المسألة. نعود إلى صلب المسألة. الطلاق الشفوي. نعم. طيب ألسنا مأمورين بأن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ عليه الصلاة والسلام. ده الأمر الشرعي، أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله. طب من هو المأذون الموثق الذي وثق نكاح النبي بخديجة
او نكاح النبي بعائشه ولا بحفصه، او نكاح علي بفاطمه، او نكاح عمر بن الخطاب بزوجه، او نكاح او نكاح او نكاح. يقولون دعت الحاجه مع كثره الناس وخراب الزمن وضعف الديانه الى التوثيق. معكم، نحن معكم في هذا فعلا، وهذه من المصالح المرسله. لكن المصالح المرسله التي دعت اليها الحاجه وسدا لذرائع التلاعب بالنكاح وغيره، نجعل هذا التوثيق مثلا شرطا في صحة النكاح أو شرطا في صحة الطلاق؟ لم يقل بذلك أحد من الأمة، وليس ثم الدليل الشرعي نستند إليه. وبالتالي عندنا التجارب كثيرة جدا. هو النبي عليه السلام لما جاءته المرأة قالت أنا لا أشتكي ثابتا في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام. قال يا ثابت يعني تردين عليه حديقته في الخلع؟ قالت أفعل. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فالطلاق كان شفهيا والنكاح كان شفهيا. لما احتجنا إلى التوثيق بيوثق الطلاق بالفعل، لكن في فرق بين التوثيق والإيقاع. الإيقاع شيء يا أستاذ أحمد، والتوثيق شيء آخر. والنكاح بيتم بالتوقيع على ورقة قسيمة النكاح؟ أبدا، ده توثيق العقد. لكن العقد نفسه لسه هيعمله المأذون بعد شوية لما يقعد الطرفين والولي مع الزوج ويتصافحها كما هي العادة، ويقول له قول له يا ابني زوجني ابنتك، ولا التاني يقول له زوجتك ابنتي وصاحبنا يقول له قبلت. مش كده؟ مش ده بيسموه مجلس العقد اللي هو النكاح الشرعي؟ أمال إيه اللي حصل قبل ولا بعد اللي هو الورق والكتابة والتوقيعات؟ توثيق. هذا التوثيق خارج عن ماهية النكاح. ليس شيئا من النكاح، ليس ركنا من النكاح. نعم. وليس شرطا فيه، انما هذا حفظا للحقوق و مع خراب الذمم سدا لذرائع التلاعب بالاعراض والحقوق وغير ذلك. زيه بالضبط الطلاق. طب الناس دي كيف تتحمل هذه؟ يا سيدي احنا بنقول الطلاق يقع مشافهة من الزوج، ولكن نقول عليه انه يوثق هذا لدى المأذون. تمام. فالتوثيق شيء والايقاع شيء اخر. يا ريته بيتكلم في ضروره التوثيق. كان في حد من الدعاه المعروفين اتصل عليهم وقال لهم ان المفروض ان يعني الفقه يتغير، وبعدين هو الامر لو كان قران هنقول امين، مش قران ودي دي احكام فقهيه، يبقى احنا الاحكام الفقهيه بتتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، واستدل ببعض الامور وبالفقه الشافعي وهكذا. ولكن بعد هذا الاتصال استاذ جاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الأستاذ جاد، تفضل. والله يا أستاذ أحمد أنا أول حاجة عايز أتكلم فيها، أنا حزين على الدرجة اللي إحنا وصلنا لها، بنتكلم في أساس الفقه والحاجات اللي إحنا اتربينا وتعودنا عليها من يوم ما اتولدنا. الواحد حزين والله، والله حزين. حزين ان احنا فاتحين الموضوع دلوقتي يعني، ولا حزين من ايه؟ لا لا لا، حزين على الناس اللي اتكلمت امبارح بتقول ان الطلاق لازم يكون موثق. انا حزين على الكلام ده. بس هو الحمد لله دار الافتاء، دار الافتاء والازهر مش مع الكلام ده، الحمد لله رب العالمين الى الان، نسال الله ان يثبته. الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤالين يا استاذ احمد. اتفضل يا استاذنا. دلوقتي انا عايز اعرف، انا عايز اصلي صلاه استخاره في واقع قدام مني اثنين هتجوز واحده فيهم، يعني في اثنين مرشحين لي، فانا عايز اصلي صلاه الاستخاره. هل اصلي صلاه استخاره كل واحد على حده، ولا هما الاثنين مع بعض الصلاه واحده؟ يعني اتمنى تكون واضح. ام استخاره واحده؟ نعم. الحاجة الثانية حضرتك دلوقتي، هل الجواز من أجنبيات وهم أهل الكتاب؟ طبعا إحنا عارفين إن هو يجوز، فما هي يعني بعد الجواز إيه هي الاشتراطات المعينة؟ يعني لو هي المسيحية دي بتقول إن عيسى هو عليه السلام هو ابن الله، هل يجوز ولا تعتبر مشركة؟ دي أول حاجة. الحاجة الثانية، هل هي لو تعاملت كمسلمة يعني في اللبس وفي الأكل وفي الشرب وفي كل حاجة كمسلمة، وبتقول إن عيسى هو نبي، هل ده يعتبر جائز إن الواحد يتجوزها ولا مش جائز؟ وأشكركم، وأنا من الناس اللي بيحبوا القناة، وإن شاء الله كده القناة دي مش هتتقفل أبدا. يا رب كلنا يا رب كتر خيرك يا أستاذ. وأشكرك يا أستاذ أحمد. سلام للشيخ. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخنا الكريم، فعلا طبعا مش أستاذ جاد لا أعني، ده الناس البسطاء جدا
الأمي كما يقال، يعني الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يرفض بفطرته مثل هذه الدعاوى. نعم شيخ الكريم، إذن إحنا بس بنخلص إلى إيه؟ عبارة موجزة، إنه لا يجوز لمخلوق كان أن يسلب الزوج عقدة النكاح لأن هذا حقه، ولا أن يسلبه عقدة الطلاق لأن هذا حقه الشرعي إلا بنص كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع. ماشي، عايزين تتكلموا في منطقة التوثيق اتكلموا، مفيش مشاكل، احنا معاكم في موضوع التوثيق لانه قلنا من المصالح وسدا للذرائع، انما الا يعتد بالطلاق الشفوي معنى ذلك عدم ايقاع الطلاق الشفوي معنى ذلك سلب الزوج عقدة النكاح. هو من الفكاهات او الترهات هذا لا يجوز باي حال. الراجل اللي طلع 10 مرات و15 مرة شفوي دي، والست مش عارفة هي عايشة في حرام ولا في حلال، هم عايزين يعني يريحوا الست او المرأة، يعني لا ما تخافيش انت عايشه في حلال طالما الطلاق لم يوثق، وده كلام ما انزل الله به من سلطان. كلام ما انزل الله من سلطان. نسال الله العافيه. ام عمرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت اول سؤال، هو الذكر لازم احرك فيه اللسان ولا لا؟ ولا طول ما انا قاعده ابقى في بالي اقول سبحان الله في بالي وخلاص. نعم. تاني بقى السؤال هو مهم بقى. انا جوزي كان شغال في شركه، وبعدين قالوا لهم اللي عايز عربيه تاكس يقدم استقاله ويخرج. قدموا استقاله وخرجوا، وبعد ما خلصوا قالوا لا ما فيش عربيات، ده العربيات لازم تمضوا كمبيالات وفلوس واقساط. المهم ايه، خدوها عشان هم خلاص قدموا استقاله فما فيش شغل. راح ايه دفع 2000 جنيه بس اللي انا فاكراه، انا بخلص ضمير من ربنا اللي انا فاكراه بحكيه. وبعدين دفع 2000 جنيه قال لهم لا لازم ترفع قضيه على الشركه وكده. المهم رفعوا قضايا وحاجات، راحت الشركه ادتهم 7000 ونص وحسبتهم من حق العربيه مش ادتها لهم في ايدهم، العربيه اتحسبت ب 55. المهم هو جه مات، لما مات فضل عليه 42000 من 52، كانت امه عايشه فامه ماتت بعديه بثلاث سنين. المهم فضل 42000 انا سددتهم. المهم بقى انا سددت ال 42000 وعايزه ابيع العربيه بقى دلوقتي. امه بقى ليها، هو ليه اخ، فهل اخوه ليه ورث عشان اخلص ضميري؟ يعني اخوه ايه يبقى ليه ورث لانه امه ماتت بعديه بثلاث سنين. نعم نعم. بس شكرا. طيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسال في بعض الصور ليها فضل، مثلا زي تبرك وعذاب القبر او العشر ايات الاولانيين من سوره الكهف وانهم بيعصموا من الدجال، فهل يجزئ قراءتهم في الصلاه ولا لازم قراءتهم لوحدهم خارج الصلاه يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، بارك الله فيكم. هل انتهينا شيخ الكريم أم لا؟ نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الصحيح أن الطلاق الشفهي يقع. يقع. تمام، ما دام يقع من مكلف لا يشترط. نعم، ولا يشترط التوثيق، لكن اعمل لي ما يلزمني ان انا اوثقه عشان الامور تمشي زي وعشان الحقوق كمان. عشان حفظ الحقوق. لكن اللي طلق 15 20 مره ده نقول له لا انت عايش في الحلال عشان انت لم توثق، لا يقع بحجه ايه؟ بنص كتاب فين؟ بنص حديث صحيح فين الكلام ده؟ باجماع من علماء الامه فين الكلام ده؟ لا عندنا كتاب ينص، ولا عندنا سنه صحيحه، ولا عندنا اجماع. وما دام ما عندناش الوثائق الثلاثه الحجيات الثلاثه دول، فليقل من شاء ما شاء، لا يعتد بقوله. نعم. جزاك الله خير شيخ الكريم. هل خدمة المرأة لزوجها فضل منها تؤجر عليه وهي تتحمل فوق طاقتها أم هي واجبة وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والسؤال عن خدمة المرأة لزوجها. نعم نعم، واجبة أم مستحبة؟ هذه المسألة فيها خلاف الحقيقة بين أهل العلم، والعجيب أن جمهور الأئمة الأربعة يقولون بأن خدمة المرأة لزوجها للأسف الشديد ليست واجبة، إنما هي فضل منها. قالوا للأسف الشديد ليست واجبة؟ أنا اللي بقول. إنما هي هو فضل منها وإحسان ومعروف بينها وبين الزوج. نعم. وحجتهم في هذا، يعني في الاستدلال على هذا القول بأنها ليست واجبة، إنه عقد النكاح ده عقد استمتاع وليس عقد استخدام. يعني ده عقد استمتاع يعني بين هي الزوجين، هي ليست جارية، هي زوجة. وليس نعم. عقد استخدام يعني ان هي تكون خدامة له يعني. يبقى هو عقد استمتاع وليس عقد استخدام. نواصل بعد هذا الاتصال. حاضر. ام عمرو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا يا اختي، تفضلي. يسعد
السلام للعلماء جميعا، ربنا يجزيهم علينا خير يا رب ويبارك لنا فيهم. الله يبارك في عمرك، اتفضلي. حضرتك بالنسبه مثلا عندنا قرايبنا، انا منتقبه وقرايبنا كلهم منتقبين وكده، فبيحس يعني ان هم مقصرين مع النقاب ومش منتقبين دي. وقاربنا ايه؟ منتقبات يعني. مش من يعني بيحس ان هم مقصرين شويه من النقاب يعني. مش فاهم، هي انت منتقبه؟ بحس ان هم مقصرين شويه يعني. ايوه منتقبه. وكل القريبات منتقبات؟ ايوه. بس هما يعني يقولوا لي مش بيعملوا بالنقاب، بيفكروا ان هم يقلعوا النقاب عشان في يعني بيخش بمعامله بره او كده، الكلام يعني مؤذي شويه، فبقول لهم لا او كده، بقول لهم اكتب يعني حضرتك وتقول لهم. حاضر حاضر. يعني هو تقصير، وكمان المعاملات اللي احيانا بتبقى فيها نوع من انهم ما بيعملوش بالنقاب يعني. يعني ممكن ما تكونش مثلا شراكه الشبهه ديت. ربنا يعافينا جميعا يا رب. وادعوا لي حضرتك بحق الكرب ويصلح بيني وبين زوجي ويصلح ابنائي يا رب. امين يا رب. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. السلام عليكم. ايوه نعم شيخي الكريم. استاذ جاد، صلاة الاستخارة طبعا. لا لسه احنا كنا صحيح. خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها ايه؟ نص الكلام، احنا خدنا العنوان، احنا قلنا نص الكلام. نعم فاضل شيء. فده القول الاول، قول جمهور الائمة انه لا تجب عليها الخدمة، انما هي فضل ومعروف واحسان من الزوجة مع زوجها، لانه عقد النكاح بينهما عقد استمتاع وليس عقد استخدام. القول الثاني هو قول كثير من المحققين وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء المسلمين، يقولون هذا كلام يعني مرجوح، إنما خدمة المرأة لزوجها واجبة، وهي آثمة إن تركتها أو قصرت فيها. طب ليه يا جماعة هتردوا على الجمهور بإيه؟ قالوا كلام الجمهور إنه عقد النكاح عقد استمتاع وليس عقد استخدام، هذا كلام ينقصه كثير من الدقة، إنما الاستمتاع في مقابل المهر. معايا يا استاذ احمد؟ ايوه سيدي. الاستمتاع في مقابل المهر. والخدمه في مقابل النفقه. هو بينفق وهي بتخدم، هو شغال بره وهي شغاله جوه البيت، وتلك القسمه التي قسمها رسول الله عليه الصلاه والسلام بين علي وفاطمه. صحيح، لما طلبت الخادم: انت الخدمه الظاهره اللي هو العمل والكسب، وانت الخدمه الباطنه يعني داخل البيت. وهكذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير، أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، لما وجدها تحمل على رأسها النوى من مسافة فرسخين أو ثلاثة فراسخ عن المدينة، وهي تعلف دوابه وتغسل ثيابه وتطهي طعامه، هكذا قال شيخ الإسلام ابن القيم: عرف المسلمين وعملهم لم يزل كذلك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وإن قصرت فهي آثمة، لأن الاستمتاع في مقابل المهر، لكن الخدمة في مقابل النفقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل بيته. نعم. صلى الله عليه وسلم من في رجال يعني يستخدمون هذا الحق بتعسف. بتعسف وتعنت أحيانا. نعم بتعسف. أستاذ هاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ هاجر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم اتفضلي. طيب دلوقتي احنا عندنا الانتخابات يعني وكده بتاعت البرلمان، لو احنا نزلنا واخترنا مثلا أي حد في اسم علينا يعني أو حاجة؟ حاضر. طب وحاجة تمام كمان لو سمحت؟ اتفضلي. بس أسأل الشيخ الدعاء بس لربنا يفك الكرب. الدعاء بفك الكرب أمين علينا وعليك وعلى كل المسلمين يا رب. شكرا. أمين يا رب. حاضر. أمان الله يا أستاذة هاجر. أستاذة أسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عصماء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة عصماء اتفضلي. لو سمحت عايزة أعرف بنت إيه حكم زناة الأمين؟ حكم إيه؟ زناة الأمين. حكم سمع أيمن حكم إيه؟ الأغاني. حكم سماع الاستماع إلى الأغاني. تمام. إلى الغناء. حاضر. شكرا. أمان الله يا أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، انتهينا من أسأل سؤال أستاذ جاد. أفضل. أستاذ جاد طبعا هو حزين على ما يحدث من بعض العلماء أو المشايخ الذين يريدون أن يتكلموا في مثل هذه الأمور التي استقرت عليها الأمة
ويعني كل يعني فقه الأمة يلقى هكذا وهو عقله هو الذي يعني تعرف يا أستاذ أحمد يعني بارك الله في الأخ الأستاذ جاد وهكذا يكون المسلم يقظ الضمير حي الإيمان في قلبه. الشيء اللي هو أشد حزنا بالفعل أن يستدرج بعض الشيوخ على يد بعض الإعلاميين المعروفة أغراضهم وأجنداتهم ومقاصدهم إلى هذه الهوة. الشيخ نفسه مستدرج. لا أنا. هي دي الكارثة. وبالتالي لما بيستدرج بياخذوا الشيخ وكلامه إلى الوجهة التي يريده. هذه أم الكوارث. نسأل لأن الله. الشيخ أو العالم ينبغي أن يكون فطنا وحركا كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يكون أحرك الناس وأفطنهم، ما حدش يعرف يلف بيه ويدور ولا حد يعرف يستدرجه، إنما هو وقاف عند حدود الله عز وجل ويكون فاهما للواقع، فاهما لفقه المآلات، لأنه يستدرج إلى قول لا يناسب فقه المآلات يفضي إلى كثير من المفاسد. يعيش الناس في حرامه ومش واخد باله، ولا واخد باله، ولا هو قاصد يتوه الناس، الله أعلم بنا وبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حمدي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياك يا باشمهندس، وجعلكم لنا إن شاء الله بخرا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب وإياك يا حبيبي. اسمح لي بس في كلمة صغيرة كده، لما الإخوة اللي بيقولوا إن الطلاق لا يقع شفويا، يعني أنا لي رأي. تفضل. يعني قريب إلى كل شيء إن شاء الله، إلى الشرع وإلى العقل، أنه يقع حينما يقول الحق جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إن لم أكتبوه. هل هناك دين أو لم يكن هناك دين؟ هناك دين، هناك دين، هناك دين، هناك دين، ولا بد من سداده. الشفهية شيء والواقع في الحقيقة شيء آخر. صحيح. وكأن هناك من استند إلى شيء ما له الحق في هذا الاستناد، لكن لا يكون له الحق في فرضه على الجميع في فتوى عامة يأخذ بها الصالح والطالح. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم إلى رشده، وأن يعينهم على الرد، على أن يردوا أنفسهم إلى باب الصواب. آمين يا رب. جزاك الله خير يا باشمهندس حمدي، ما شاء الله ربنا ينفع بيك. يعني هي مجموعة كده، قصده التفريق ما بين الإيقاع والتوثيق. صحيح. هو انا استلفت من حضرتك، اقترضت من حضرتك مبلغا، والله امرنا ان 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 نكتب هذا الدين. طب لما كتبناهوش، ما هو دين موجود، يعني عدم امن بعضكم بعضا. صحيح. نعم، جزاك الله خير شيخي الكريم. صلاه الاستخاره، اخونا الاستاذ جاد عنده امران، يعني زوجه وزوجه، هو بين هل يختار هذه ام تلك، فهل يصلي استخاره واحده أم يصلي لكل زوجة أو كل عروس استخارة؟ شيخي الكريم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. المختار أن يصلي صلاة استخارة على من تجتمع القرائن على أفضليتها على الأخرى، فيصلي صلاة الاستخارة ويشرع في إجراءات الخطبة، فإن يسر الله الطريق لخطبتها وتمت فتلكم خيرة الله تبارك وتعالى، وإن عقد الموضوع وعطل في مرحلة من مراحله فليقف وينتهي ليشرع في الأمر الذي بعده، أو في البنت الثانية أو المخطوبة الثانية، لأنه إذا تساهل تيسرت الأمور وتم الموضوع فهي خيرة الله بأنه يعني أرادها له مخطوبة، وإذا عقد وعطل الموضوع في مرحلة من المراحل نحن نقول في دعاء الاستخارة إن كان شرا في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه. نعم. يبقى ينصرف إذا تعطل، ثم يأخذ الطريق إلى الأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ جاد يسأل عن زواج يعني الكتابيات، تمام. نعم. هو جائز. هو يسأل لو طب أم عمرو بعد هذا نأخذ هذا السؤال إن شاء الله. أم عمرو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا بتصل بدعم القناة ونسيت أسأل سؤال، والله معلش جزاك الله خير. دعم القناة والسؤال، اتفضلي هاتي السؤال، جزاك الله خير. دلوقتي حضرتك بالنسبة يعني المواقع اللي هي على النت اللي هي بتجذب يعني الشباب اللي هو عايز يلتزم والجهاد وكده، فهم بيفتكروا إن ده هو ده الطريق الصحيح. مواقع تجذب الشباب للجهاد. نعم نعم. حضرتك يعني
انت عارف الابناء وكده. فانا يعني عاوزين نعرف الطريق الصحيح انزل. حاضر، سألينا عن الطريق الصحيح. الطريق الصحيح يعني يعني لمجرد نفسه كده ويعرف دينه ويعرف ايه الصح وايه الغلط. حاضر ماشي، جزاكم الله بخير. وإياك يا أستاذة مؤمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة مؤمنة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أهلا بفضيلتكم. أنا سؤالي لفضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة العشاء، هل يجوز أصلي الفرض فقط وبعدين أأجل صلاة القيام بدون أن أنام، يعني مش تهجد، وأصليها بعد كده، ولا لازم يعني مباشرة أصلي العشاء والقيام وراء صلاة العشاء؟ حاضر، وجزاكم الله كل الخير يا رب العالمين. وإياك يا أستاذة مؤمنة، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين، آمين. نعم شيخي الكريم، مسألة الزواج من الكتابية، وهي مثلا لو كانت نصرانية تقول بعقيدتها ما يقوله ما يقولونه، فهل يعني يسكت عنها أم يعني هي زوجة؟ طب حكم ما تقوله وكيف يتعامل معها؟ أم يتزوجها لو كانت تؤمن بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام؟ أم ماذا يفعل شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. والأخ السائل بارك الله فيه قال يعني نحن نعلم أن الأصل هو الجواز، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنعلم أن النكاح بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية مباح، ولكنه ليس اختيار الأفضل، إنما هو اختيار الضرورة كما يقولون. ليه؟ لأنه العفيفة المسلمة أولى بالطبع، بل الأمة المسلمة أولى من أن ينكح عفيفة كتابية. طيب خلاص، هو تحتم إنه حينكح امرأة كتابية، نقول اختار العفيفات، المحصنات هن العفيفات وليست المتزوجات. المحصنة هنا بمعنى العفيفة التي لم تعرف عنها سيرة سيئة، غير متخذات أخدان. نعم. لم تعرف عنها سيرة سيئة، هذه واحدة، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أنه يأخذ عليها العهد والميثاق ألا تنقل ما تعتقد إلى أبنائه. ليه؟ لأنه الأبناء معها، وبالتالي لا يستطيع أن يأمنها على أبنائه أن تعلمهم العقيدة التي تدين بها في غيبته، فيأخذ عليها عهدا وميثاقا وعلى من وراءها من أوليائها عهدا وميثاقا ألا تنقل هذا لأبنائه، ثم أن يكون هو رقيب دائم على أبنائه حتى لا تختلط الأوراق بعضها ببعض في بعده عن الأولاد، وفي هذه الحالة تكون المفسدة خطيرة جدا جدا. حياة صعبة قوي. طبعا تبقى الحياة يعني. هتبقى الحياة في منتهى الصعوبة، يعني البعد أولى. لكن هو الأخ السائل بيقول إيه؟ افرض أن في واحدة كتابية تؤمن مش أن عيسى هو الله وأن عيسى ابن الله عليه صلوات الله وسلامه، لا، هي تؤمن أن عيسى نبي. نقول هذه أفضل وأفضل، يعني لو افترضنا جدلا أن هذه موجودة امرأة كتابية تؤمن أن عيسى نبي، ستكون أفضل من كل نساء الكتابيات في الدنيا كلها. في هذه الحال نقول ينكحها ويتزوج بها أيضا بنفس الضابط، لأنه ليس المقصود هو أن تؤمن بنبوة عيسى، لأنه أيضا أن تؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وبالتالي يراقب وضع البيت ووضع الأبناء. فهو نكاح الضرورة وليس الاختيار الأفضل قطعا. يعني هو سؤال يعني يطرح نفسه، هو تزوجها، طب هو كيف يعني يتعامل معها؟ هي زوجة، هو يتعامل معها كيف؟ هل يحبها؟ نعم، لا ينهاكم الله نعم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالله عز وجل يعلم أن هناك نوع من المودة الفطرية المتبادلة بين الزوج والزوجة، هو يحبها كزوجة كزوجة، لكن طب لا يحب طب مسألة ما تعتقد ولا ما تدين. لو أرادت أن تذهب إلى أماكن عبادتهم هل يمنعها؟ لا يمنعها، لا يمنعها، لأنه مقتضيات حريتها في عقيدتها وهو تزوجها على هذا تقتضي أنه لا ينهاها أيضا عن عبادتها التي تعتقدها. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني ينصح ويأمر الغزاة إنكم ستمرون على أناس في صوامع لهم يعبدون الله حسب زعمهم فدعوهم وما هم عليه. الله. نعم والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ كريم، ربنا ينفع بحضرتك يا رب. أستاذ الأستاذة أم عمرو،
نعم، الذكر هل لابد فيه من تحريك اللسان أم يكون بالقلب شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. الأصل في الذكر أن يكون ذكرا لسانيا وذكرا قلبيا معا، لأن الأحاديث الواردة في الأذكار قال عليه الصلاة والسلام: من قال، قال يعني حرك شفتيه بأحرف الكلمة حتى تكتمل، من قال مثلا سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فالأصل في الذكر أن يكون ذكرا لسانيا وقلبيا معا، في هذه الحالة يكون الأجر إن شاء الله عليه كاملا تاما غير منقوص. أما إن كان لسانيا فقط فسيكون عليه الأجر على حسبه، لأن الذكر القلبي مهم جدا. والعكس أيضا أن يكون الذكر في النفس وليس في اللسان أيضا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولكن ليس هو الأجر الذي على الذكر الذي ورد أصالة في تحريك اللسان والنطق بكلمات الأذكار. إن الله لا يقبل الدعاء أو الذكر من قلب الله. طبعا طبعا لو القلب منشغل عن اللسان. لكن افترض جدلا أن الذي يجول في خاطره ذكر الله تبارك وتعالى، ده ذكر قلبي فقط هو دون الذكر اللساني، ولن يبخس الإنسان منا أجره. ليه؟ لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الأستاذ انتصار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضلي. نعم لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي قال لي تحرمي عليا لو أنتي هزرتي مع حد. أنا عارفة أنا ما اتصلت لحضرتك تاني، بس أنا عايزة أسألك بس بوضوح أكتر. قال لي تحرمي عليا لو انت هزرتي مع حد، وبعدين قال لي فانا قلت له لو هزرت مع حد ما اكيد حصل ان انا هزرت مع اي حد، فقال لي لا انا قصدي لو هزرتي بالايد. وبعدين فانا جبت عليه وقلت له لا، فبعدين جه بعدها بشويه قال لي لا انا اقصد لو انت كلمتي حد في التليفون. القصد دوت هو كان يقصد بيه طبعا الطلاق، وكان يقصد في الماضي والحاضر، سواء الماضي قبل الجواز او الماضي بعد الجواز، يعني فيما مضى عامه. فانا عايز اعرف كده يعني يقع طلقه ولا طلقتين، لان الحاجات اللي هو حلف عليها كلها حصلت. انا طالب منك حاجه يا استاذه انتصار. ليه يعني؟ أيوة. زوج حضرتك انا حابب ان هو يسال السؤال ده بنفسه، لاني انا لاحظت ان حضرتك سالتي اكثر من مره، ويبدو ان انت وقعتي في وساوس يعني في هذا الامر. وقعت في وساوس وهو مش عايز يتصل. فانا لو سمحت بس بشتري سيادتك، لان انا الوساوس متملكه مني. فانا كنت عايز اعرف هل يقع على اليمين ممكن يقع بعدد المرات اللي انا مثلا يعني مثلا ان انا عملت كذا وان انا عملت كذا وان انا عملت كذا، ولا هو يمين واحد؟ عدد المرات. حاضر حاضر. بس انا هفضل مع حضرتك على التليفون، لان انا تلفزيوني بيقطع الاشاره، معلش. طيب شيخنا جاوبها ان شاء الله. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. شوف يا بنتي، الزوج قال طب وطي التلفزيون، طالما انت بتسمعينا من التلفزيون وطي التلفزيون عشان الكلام يبقى مسترسل على طول. تحرمي علي وهو يقصد الطلاق، فمن حيث المبدأ يقع بها الطلاق، لكن يقع على ما قبل الزواج؟ لا طبعا لا يقع على ما قبل الزواج، لأنه ليس له عليك قبل الزواج عقد الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا بملك. بملك يعني بعقد نكاح، ما فيش عقد نكاح يبقى لا يقع عليك الطلاق قبل حكاية الزواج، إنما من بعد الزواج وجاي، إن كان يقصد قديم وجديد، يبقى إن كنت هزرت باليد زي ما هو قالك مع حد قبل أثناء فترة الزواج قبل اليمين، يبقى في الحالة دي هيقع عليك الطلاق مرة واحدة، طلاقا واحدا، مش يعني بعدد هو المرات. اللي قبل الزواج، يعني اللي قبل الزواج هو حلف عليا واحنا متجوزين، بس لا يجوز ليه ان هو يحلف عليا قبل الزواج؟ لا يعني قبل الزواج مالوش عليك يعني سلطان. اما هو ما كانش لسه تزوجك هيطلقك حاجه؟ هيطلق مين؟ هيطلق واحده مالوش علاقه بيها اصلا، لا عقد نكاح ولا غيره. الاخت دخلت في وساوس. عرفتي كريم؟ نسالت، هي مش معانا على التليفون دلوقتي. طيب. هي دخلت في وساوس. مشكله. والمشكله احنا جاوبناها قبل كده. جاوبناها. وبعدين المشكله ان هي هو مش عايز يسال، فيبدو ان هو مطمئن. يعني او هو يعني ايه بقى منزعج من حكايه الوسواس معاه. بالظبط. والمساله عندها طب انا عايشه في حلال، طب انا لا، احنا قلنا لها كلام واضح اهو، قبل الزواج ملوش عليك سلطان، لكن هو طيب في فتره ما بعد الزواج تحرمي عليا يقصد بها الطلاق لو كنت هزرت باليد. يبقى لو كنت هزرت باليد قديما في فتره الزواج قبل اليمين ورايح وراجع هزرت باليد، هيقع الطلاق مره واحده. نعم، جزاك الله خير شيخي كريم، نسأل الله العافية.
زوجي كان يعمل في شركة عليه رحمة الله طبعا، ومسألة ان هم الشركة غررت بالناس وقالت لهم اللي هيقدم استقالته هنديله تاكس ابيض، وبعد كده لما قدموا الاستقالات طلع ما فيش حاجة الا انهم يدفعوا مقدم 2000 جنيه، وبعدين لما رفعوا قضية على الشركة بقى في تعويض حوالي 7500 من ثمن السيارة، تبقى من ثمن السيارة 42000 تقريبا. كانت والدته موجودة وتوفيت بعد وفاته، هي التي سددت الأخت أم عمرو ال 42000 جنيه. أخوه هل له في هذا الميراث؟ ولكن بعد هذا الاتصال. من معنا؟ أم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل بس حضرتك، أنا اشتريت طقم استانلس حلل للاستعمال المنزلي، المقبض والإيدين مطلية بماء الذهب، فهل ده حرام ان انا استعملهم ولا استعملهم عادي؟ لكن بصراحه استعملهم عادي، بس برضو لو حرام برضو هسيبهم. دي حاجه. حضرتك كنت بتقوله برضو سفر المراه يوم وليله، النبي عليه الصلاه والسلام اسهى بوحده الزمن، ليه دلوقتي بيقسوها بوحده المسافه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسهى بوحده الزمن وقال يوم بليله؟ ليه دلوقتي بيحولوها بس كام كيلو، 86 كيلو او حاجه، ليه بيحولوها لوحده المسافه دلوقتي؟ انا برضو، وهل فعلا حرام ان انا اسافر مع بنتي او في مشوار رحله او اي حاجه من غير محرم؟ وشكرا لحضرتك. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، تعمل ايه؟ هل اخوه يرث؟ نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا يعني رسول الله. وبعد، هي الاخت ذكرت في السؤال ان قيمه السياره بالكامل كان 55000، لما توفي الزوج كان الباقي 42500، يعني معنى كده ان الزوج في حياتي سدد 12500 وهي اللي سددت ال 42 الباقيه، فبالتالي امه ترث بالفعل في ال 12500 اللي تم سددهم على يد الزوج قبل وفاته. انما الدين المتبقي ده اللي سددته زوجة الابن هذا ليس لها فيه من الميراث شيئا. إن كان المتوفى له أولاد يبقى نصيب الأم في هذه الحالة سدس ال 12500، هيتوزع على وراثتها ومن ضمنهم أخوه دلوقتي في ال 12500 في ال 12500 أيا كان اللي اتدفع على عهد الزوج، على عهده اللي هو دفعه في حياته 12 بقى 15 10 فقط لغير. تمام. إن كان مفيش أولاد يبقى في الحالة دي هيبقى نصيب الأم التلت، يبقى نفرق نصيب الأم يبقى التلت من ال 12.5 لو مفيش أولاد. لكن لو في اولاد للمتوفى التلت اللي هي الزوجه اللي هي ام عمرو، لا التلت الام، الام نفسها، الام اللي هي الام اللي هي حمتها، اللي هي حمتها الله يرحمها. في اولاد يبقى تاخد السدس، ما فيش اولاد يبقى تاخد التلت. التلت ده ولا السدس اللي هو نصيب الام اللي ماتت بعد ابنها دي هيتوزع على الورثه الحاليين ليها، ان كان ابناء بنات وصبيان ولا غير. والله لكن حق. المبلغ الذي سددته هي ده لا ده لا يدخل في الميراث، لا يدخل في الميراث. تمام. نعم جزاكم الله خير. طيب شيخنا، بعت السيارة وقامت جايبة مبلغ أقل من ذلك بكثير، تعمل إيه؟ ما السيارات تنزل مش بتزيد. أيوة، هي اللي سددت وهي اللي هتنتفع بقيمة السيارة. صحيح، جزاك الله خير. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذة حسنى، السلام عليكم. أيوة مع حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضلي. أهلا بحضرتك، ممكن أسأل الشيخ؟ أيوة نعم، تفضلي. لو سمحت أستاذ أحمد، أنا طالبة جامعية. ايوه نعم، اتفضلي. أيوة. ربنا يحفظك. وبعدين ابي بيعطيني المصروف في اول السنه 5000 او 6000، فبعدين بيقول لي ايه، حط الفلوس، اعمل لي فيزا، ويقول لي حط الفلوس في الفيزا بحيث يعني انا في اي مكان يبقى معايا المصروف، بس ما يبقاش معايا كتير في الشنطه. فانا رافضه الموضوع ده، واداني فلوس السنه اللي فاتت حطيتها وبعدين جبتها تاني من ورا، في السنه دي يعني هو بيتحايل عليا ان انا حط الفلوس بس انا مش راضي. طب حاضر، هم بعتولنا انه عالم ان هو انا حاطه الفلوس بس انا ما حطيتهاش. انت بتحطي في بنك، بتحطي تضعين المال في بنك اسلامي ولا غير اسلامي يا استاذه حسنى؟ ربنا يبارك في عمرك. لا احنا ما عندناش ولا بنك اسلامي، بنك عادي. بنك عادي. حاضر حاضر. شيخنا يجيبك. عشان كمان يعني باجي اسحب منها بيخصموا فلوس كتير قوي، يعني عشان اسحب منها بيخصموا فلوس كتير، فانا مش عارفه. طب انت بتعملي حساب جاري ولا استثماري؟ انا كنت قايل لهم حساب جاري. حساب جاري بس مش عارفه بقى هم عملوها كده ولا ايه، عشان ماما قالت لهم بيبان في الايصال لما انت بتسحبي بما مكتوب جاري او استثماري يبقى باين يعني. طيب حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله يا بنيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت يداهمنا شيخ الكريم ويعني بارك الله فيكم. نعم، امة الله
سورة تبارك أو العشر آيات الأوائل من سورة الكهف، هي منجيات، لكن هل تكون في داخل الصلاة قراءتها أم في خارج الصلاة شيخي الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن نقرأها على سبيل التعبد خارج الصلاة، لأن قراءة القرآن في الصلاة أمر من السنن بعد الفاتحة، طبعا أمر من السنن والمستحبات، فنحن نقرأها في الصلاة بنية أنها من السنن والمستحبات بعد الفاتحة. إنما عشان ناخد الأجر بتاع المنجية أو الأجر العاصمة من فتنة الدجال للعشر آيات من سورة الكهف، يبقى المقصود أن نقرأها خارج الصلاة، فده الأصل، نقرأ خارج الصلاة، وإن كررنا تاني داخل الصلاة فبها ونعمة، وإلا فالأصل أن نقرأها خارج الصلاة على سبيل التعبد ورجاء الأجر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمر هي منتقبة ولها قريبات منتقبات، مسألة الشعور بالتقصير وبعض المضايقات من الناس في 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 بعض الأماكن، هل لو خلعنا النقاب شيخي كريم يكون عليهن وزر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة هذه من الشبه التي يريدها الشيطان في نفوس بعض أخواتنا وفتياتنا المنتقبات، فيأتي الشيطان، أو سواء كان شيطان الإنس شيطان الجن أو حتى بعض شياطين الإنس ممن يجعجعون في الإعلام أحيانا، فيقول لها أنت لا تعملي بالنقاب، النقاب ده المفروض تكوني بيه زي السيدة عائشة وزي السيدة حفصة، وانت مش كده، لا انت عابدة زيهم ولا زاهدة زيهم ولا عالمة زيهم، فنقاب ايه اللي انت لابساه ده؟ ده انت تقلعي النقاب احسن، ده انت كده بتسيئي الى النقاب. هذا كلام كله من تلبيس من إبليس. تلبيس الشيطان. دعي عنك هذا الكلام كله، فلا يعتقد احد في الامة ان المنتقبة معصومة من الزلل والخطأ، فكل بني ادم المنتقبة وغير المنتقبة والملتحي وغير الملتحي كل بني ادم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وبالتالي انت لو استمعت الى هذه الوساوس من الشيطان او من بعض شياطين الانس او من بعض الجهلة في بعض الاحيان، سيؤدي خلعك للنقاب الى مزيد من التدهور. ده النقاب ده طاعة وقربة، على الاقل ربما يكون هو المنجي لك بين يدي الله عز وجل. الاخوات يعني في دائرة معارفي اللواتي خلعنا النقاب لم يكتفينا بالنقاب، هيتدهور الحال، ده وصل الحال بالبعض الى البناطيل والبناطيل والبضيعات الضيقة، كل اللي بنيناه والمساحيق، يعني خلاص كل اللي بنيناه ايه هدنا، فبنقول ده النقاب ده قربة وطاعة، فما تخسرش اجره. ادي واحدة. الامر الثاني، لعل النقاب لو حتى هو اللي بتعمليه الى جانب الصلاة، ما فيش حاجة تانية بتعرفي تعمليها او بتستطيعي فعلها من الدين ومن القربات، فلعله ان يكون هذا المنجي بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت لا تدرين تنجين بصلاتك ولا يكون نجاتك بنقابك، فخلي النقاب زي ما هو، احفظ لك ولدينك وعرضك خاصة في ازمنة الفتن، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدعاء بفك الكرب وان يصلح ما بيني وبين زوجي. نسأل الله عز وجل ان يفك كرب ابنتنا السائلة، وان ييسر لها امرها، وان يفرج عنها همها، وان يصلح لها زوجها، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. هاجر سالت سؤالا في دعاء بفك الكرب، وسؤال يتعلق بالانتخابات، لو راحت واعطت صوتها لاحد هل تاثم؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا تاثمين بالطبع اذا ذهبت، ولكن تعطي صوتك التي استؤمنت عليه لمن ترينه اصلح في دينه وفي دنياه، لا تفرطي فتعطي اي احد، او تستقبلي بعض المجاملات، او يكون هذا في نوع من الرشاوة المعنوية ولا المادية ولا غيره، ابدا. انما اذا ذهبت اعطي لمن تثقين في دينه وامانته، والله اعلم. لمن؟ نعم. الدعاء يفك الكرب، او الدعاء بفك الكرب. نعم، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. من أفضل الأدعية الواردة في تفريج الكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء سيدنا يونس. فهذا دعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت عصماء تسأل عن حكم الاستماع إلى الغناء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كنت تسمعين إلى الغناء الذي كلماته عفيفة
ومن غير موسيقى ولا ألحان كالغناء الوارد في بعض الأحاديث وبعض السير، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت ذراريكم، فلا بأس بهذا. جزاك الله خير. إنما إذا كنت تستمعين إلى الغناء اللي أنا وإنت عارفينه اللي هو الغناء الموجود على الساحة وفي الواقع، فده فحش الفحشي ومن أحرم الحرام والعياذ بالله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخي كريم. والمهندس حمدي طبعا تكلم كلاما طيبا في مسألة الطلاق الشفهي. أم عمرو دعما للقناة اتصلت، جزاك الله خيرا يا أم عمرو، وتسأل عن بعض المواقع التي تحض الشباب على الجهاد، فما هو الطريق الصحيح شيخي الكريم لمعرفة الدين الصحيح ومعرفة الصح من الخطأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا عادة ما أنصح إخواني الشباب وأبنائي الشباب والشابات أنه جوجل ليس مصدرا لتلقي العلم والفتوى، إنما المصدر الذي أمرنا الله عز وجل به لنتلقى منه العلم والدعوة والفتوى هم مشافهة أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما التنقير والتخبيط على الكيبورد والدخول على جوجل، فجوجل ليس مصدرا موثقا لا للعلم ولا للفتوى. النت يصنع ولا يصنع بحثا ولا يصنع باحثا. نعم نعم، ممكن واحد يعمل بحث لكن هو فاضي فارغ من جوه. يا سيد الحبيب، أنا ممكن أجمع وانت حضرتك تجمع واليهودي يجمع من كتب المسلمين اي كلام في اي كلام ويرمي على النت، وبعدين تيجي ابنتنا السائلة تنقر تلاقي البحث ده قدامها وفيه دسا للسم في كثير من العسل. نعم، فنقطة سم في برميل عسل تخفى على الكثيرين. نعم. ولذلك نقول المصدر الاساسي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي بهم القلوب كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. دي وصية لقمان لابنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت مؤمنة تؤجل القيام لما بعد العشاء بفترة أم تصلي القيام بعد العشاء مباشرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأفضل له اعتبارين. الاعتبار الأولاني التوقيت، فإن أخرت إلى الثلث الآخر من الليل فهذا أفضل أوقات القيام، لأن الله عز وجل يتنزل نزولا يليق بكماله وجلاله في هذا التوقيت إذا بقي ثلث أخير من الليل. أما الاعتبار الثاني من حيث الأنشط وعدم الأنشط، يعني إن كان أول الليل أنشط لك يبقى هذا هو الأفضل، بدل ما صلي آخر الليل بكسل وبإرهاق وتعب وعدم حضور قلب يبقى أفضل الليل أنشط لي. أما إذا كنت أنشط لي آخر الليل وهو الوقت الأفضل يبقى آخر الليل أفضل. فانظري أي الأمرين يكون معك أصلح إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الحاجة مزينب اشترت طقم ستانلس تقريبا، طقم حلل في مقابض الإيدين وكده، بماء الذهب، فما حكم استخدام هذا الطقم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عليه الصلاة والسلام، لا بأس من استخدام هذا، مباح إن شاء الله عز وجل. أولا، لأن الطلي بماء الذهب، هذا الماء الذي يسمى بماء الذهب ليس ذهبا حقيقيا، ليس معدن الذهب، لكنه ذهب صناعي في أغلب الأحيان. ولو تصورنا جدلا أنها بالفعل المقابض طليت بماء ذهب حقيقي، فإن هذه ليست آنية الذهب، إنما ده ذهب مقطع، ده مجرد في المقابض بس، والنهي ورد عن آنية الذهب، إنه الإناء نعم بالكامل يكون من الذهب، فلا بأس من استعمالها، والله أعلم. السفر، سفر المرأة يوم وليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم على عهده كانت المسافة بالزمن، أو الزمن هو اليوم وليلة، فلماذا الآن تعتبر المسافة شيخي كريم ولا يعتبر الزمن؟ فهل تسافر مع ابنتها دون محرم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وطبعا أهل العلم لم يخطئوا، لأنه 85 كيلو للأخت ذكرتها لو مذهب جمهور أهل العلم في اعتبار مسافة السفر، هي التي كانت تستغرقها الناس والقوافل في السفر يوم بليلة، يعني يوم بليلة كانوا بيمشوا حوالي 85 كيلو، اللي هو 16 فرسخا الذي قدرها الجمهور
الفرصة بخمسة وربع يبقى 85 أو 84 كيلو. فأنا أقول الآن إذا كانت هذه المسافة أو أكتر منها ممكن نستغرقها في السيارة في ساعتين، يعني إحنا بنروح اسكندرية حوالي 200 كيلو في ساعتين. صحراوي مثلا، صحراوي فعلا. فإن كانت المسافة دي أو أكتر منها بنستغرقها في ساعتين، فيجوز لك أن تذهبي الساعتين دول مع ابنتك في صحبة مأمونة في نهار يستأمن فيه الإنسان على عرضه وعلى امرأته وعلى ابنته. إنما الليل مظنة الابتلاء والفتن ومظنة الوحدة والخطر، فلا تسافري ليلا، سافري بالنهار في حافلة في النقل الجماعي، مش عارف بنسميه عنه. طب من تمسك بنص الحديث يعني لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة يعني سفر يوم بليلة بغير محرم، وقال أنا أتمسك بنص الحديث ولا يعتبر بالصحبة الآمنة ولا يعتبر بالنهار، سيكون هذا ظاهريا أشد من الظاهرية أنفسهم. لو تمسك بظاهر النص وقال لك لا السفر اللي يستغرق يوم بليلة كاملا يعني 24 ساعة، يعني يروح أمريكا 18 ساعة وعايز طيب كمان يكمل بقى لحد كندا ولا لحد شيخنا الكريم، بس أكون هذا ظاهريا أشد من الظاهرية أنفسهم. الوقت شيخنا للأسف الوقت يداهمنا. أيوة. والمغرب ينزل على موعد اللقاء. طيب حسنة طالبة جامعية ومسألة الفيزا وبتاخد الفلوس، والدها بيقول لها ضعيها في بنك وعشان تستخدمها بعد كده وقت ما تريد، وهي لا تفعل هذا أو فعلت مرة وسحبت الأموال خايفة من الربا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم أنت تخافين من الربا بارك الله فيك، لكن إن اضطررت إلى وضعها أولا بسبب ضغط الأب من ناحية، أو أيضا بسبب الخوف أنك رايحة جاي معاك 5000 جنيه في شنطتك، هذا مدعاة أنه لا قدر الله حد عرف كده ولا كده فسيكون هذا يعني مورد خطر عليك، وبالتالي إن اضطريت لوضعها في البنك فضعيها بس مش حساب جاري، خذي الفوائد عليها وتصدقي بهذه الفوائد لا تتركيها، لأنها ستكون حينئذ دعما للبنك وإحنا مش عايزين ندعمه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. شيخنا الحبيب عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا. شيخنا الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش بارك الله فيكم. أحسن الله المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.